فشل الحوار بأن يصل لنقطة اتفاق بين الحكومة وجمعية الوفاق. بدأت المحلات تقفل في شوارع البحرين بعد سلسلة من الاعتداءات عليها والمطالبة بإغلاقها في عمليات الإضراب. توجهت عمليات الشغب لجامعة البحرين للمطالبة بإغلاقها هي الأخرى. شيء أول ما تلجمعات رشيت شفت الناس متجمعين في الصوب والناس متجمعين في الصوب الثاني. تم أن احنا في المبنى زين. فترة مرت شفنا باصات سويلات دشين زين. أوادم نازلة عندها كل أنواع الأسلحة حلو أشياء يعني أنا بعرف شلون دش الجماعة يكسر طق السكيورتي ويدشون البوابة زين. وقاعدين حاطون المبنى اللي احنا كنا فيه كله. هم طالبوا بالإضراب ولكن المدارس لم تعلن الإضراب ولا الأسواق أضربوا، لربما الجماعات الموالية إليهم أضربوا، بينما هم صاروا يروحون بالسيارات إلى المدارس يخرجون الأطفال الصغار في شاحنات معهم إلى الدوار، وهذا كان أمر خطير جدا. فحاولوا أن يفرضوا هذا الإضراب بالعنف في مواقع معينة، وكان موقف مسيء جدا. استاء منه أغلب الشباب في البحرينيين، كانوا أنا على تواصل، كانوا اللي تتصل فيني بنات صغار شباب يلاقوني في أماكن يريدون يقتلوننا، يريدون يعملون فينا مثل ما عملت إيران في العراقيين، البشاعة اللي في إيران. فكانت كل هذه الملاحظات توصل لي من خلال وسائل كثيرة. منزلك غيرتيه أو لا؟ في نفس المنزل ما غيرته. بعد الأحداث طبعا تم رمي مولوتوف في بيتي وتأثر جزء خلال. بس كنت تطلعين تروحين تجين في الشارع ولا كان صعب الحركة؟ لا كنت أطلع في البدايات، طبعا كنت أطلع وكنت أتحرك وكنت أروح كل مواقع الاحتجاجية. كنت أروح سترة وكنت أروح جهة مستشفى السلمانية وبأحداثها، كنت أروح جهة الدوار، كنا في مجلس الشورى أيضاً أحياناً كانوا يحاصرون المجلس، كنا ندخل ونطلع بشكل طبيعي. وكنت أدخل، اضطريت فترة من فترات أنا أغير رقم سيارتي لأن صرت يلاحقوني. وصلنا مراحل شوي صعبة، كانوا كنت أخاف من وجودي في بعض الأماكن في فترة لاحقة.